إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن تعريف القرحة الهضمية. القرحة الهضمية هي جرح مفتوح ناتج عن تمزق محدود للبطانة السطحية الواقية للمعدة أو الاثنى عشر، وينتج هذا عن طريق يعني التمزقات، وهذا التمزق ينتج عن ملامسة الأنسجة الداخلية لبطانة المعدة والاثنى عشر بعصارة المعدة، أيضا بما تحتويه من أحماض حارقة ويعني أحماض قوية جدا ممكن تسبب التهابات كبيرة جدا على المنطقة المتمزقة، مع أنها في الغالب يعني أغلب الأحيان يكون حجم قرحة المعدة بحجم نصف تقريبا سنتيمتر، إلا أنها قد يعني تسبب أعراضا مزعجة وآلاما مبرحة مع يعني عند مرور الحمض عليها، وأيضا آلام مبكية جدا بسبب قوة الألم الموجود في هذه المنطقة. إلى هنا انتهى الدرس. ننصحكم أيضا بمراجعة الطبيب فورا عند الإحساس بأي ألم في هذه المنطقة. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.